اهلا بكم مع مهند من بالحموده للسرات. زي ما انتم شايفين اليوم انا بوريلكم الاضاءات ال اي دي لسيارتنا التريل بوس ال 6.2 ل 10 غيار 420 حصان، اضاءات كامله ال اي دي. بوريكم الفرق بس. خلينا نشوف من بعيد شويه الاضاءه عامله ازاي بالليل اهو. يعني عندنا كده في البر، وريكم المرايات كمان ايه الاضاءات اللي عليها. تعالى ورايا شوف كده المرايه من قدام. هنا فوق عند ايدي الاضاءه دي بتنفعك في البر طبعا عند الكامبينج، او لو انت طالع بقى بر تقيل تقدر تستخدمها. اضاءه بر زي ما انتم شايفين اضاءه كامله كده او كده زي ما انا عايز، اقدر اشغل واحده او الاثنين لو شفت من قدام. تمام، الاثنين شغالين، الاثنين طفوا كده. نرجع تاني من البر ونقضي حياتنا عادي جدا، سيارتك حياتك. اضافه مهمه جدا حصلت عندنا في التريل بوس البيك اب، انك تقدر تستخدم الباب بصوره طبيعيه او قطعة تانية درج او سلم بيساعدك انك تطلع ورا على البوكس بالمقبض اللي بيساعدنا على الطلوع والنزول. استخدام عملي جدا طبعا في البر، في كل الاماكن اللي بحب نروحها مع العيلة وبكل بساطة وسهولة.